آخر الأخبار عن مودرن وورفير 2. طيب أحكي لكم عن آخر الأخبار. في تسريب من ناس موجودين في تويتر على إنه هدول هم السلاحين راح يكونوا متوفرين في مودرن وورفير 2 انترفنشن والأي سي آر، وهم أسلحة كانت موجودة في مودرن وورفير 2 القديمة. بس الأهم من هيك بإنه استوديو إنفينيتي وورد بحسابه الرسمي في تويتر غير صورة البروفايل والبانر تبعه، وهو الاستوديو اللي حاليا بيعمل مودرن وورفير 2، وطبعا اللي هو عمل مودرن وورفير 2019. في إشاعات أو الإعلان عن لعبة مودرن وورفير راح يكون في 30/4، بس كلكم وصورة جوست هو مكمبر تحت الدراجكم ثاني. لا جوست ما بعملها، مش كمبورة. دعمكم بلايك وكومنت وتاج لصاحبك ليشوف كل جديد، بكبس كبسة الشير بعدين كوبي لينك. هيك صرت تعرف.